أكسس تك. لا تنسوا تتابعوا أكسس تك، تشتركوا وتشاركوا هذا النوع من المحتوى مع الأشخاص المهتمين. أكسس تك بودكاست موجود على يوتيوب، سبوتيفاي، وعلى أمازون ميوزك. لأي استفسار، اقتراح أو لطلب كورسات بشكل فردي أو جماعي، ياريت تتواصلوا معي على رقم الواتساب أو على anas.accesstech@gmail.com. كله موجود بالدسكريبشن. يلا نبلش. اهلا وسهلا فيكم باكسس تك، انا انس ريان، وفي لقائنا ان شاء الله لليوم رح نتعرف على اهم 10 اختصارات حيجعلوا منك شخص متقدم اكثر بعملك على برنامج الوورد. بدون ما نطول يلا نبلش. اول اختصار معنا لليوم بيتعلق بكيفيه انشاء تيبل او جدول. بالوضع الطبيعي احنا مفروض نضغط على Alt وبعدين ننتقل الى نافذه Insert ثم الى جدول، بعد هيك رح تفتح لنا النافذه اللي منها رح نختار عدد الاعمده والصفوف أو طريقة أو شكل الجدول وبعض الخصائص المرتبطة فيه. بالاختصار اللي معنا لليوم رح نحكي عن كيفية إنشاء هذا الجدول بدون ما نوصل أصلاً على نافذة Insert أو نضغط على Alt. الطريقة سهلة ولكن تحتاج منك شوية تركيز في البداية. الطريقة هي أنه أنت تضغط على Plus رمز الزائد ومن ثم على التاب ثم بلس ومن ثم تاب، بلس ومن ثم تاب. طيب لما رح نضل نحكي بلس وتاب لحد ما انت تكون مقرر كم عدد الأعمدة اللي انت محتاجها بهذا الجدول. يعني انا مثلا محتاج 3 أعمدة، فكم تاب رح اعمل؟ مش 3 بلسات، هم فعليا 3 تابات، بس بده يكون ببداية الموضوع بلس وبنهايته بلس، وكل تاب تفصل بينها وبين الأخرى بلس. فهيك صار الموضوع أوضح شوي. يعني احنا بدنا نحكي عن الخطوط اللي بتفصل بين الأعمدة، فهاي الخطوط اللي بتفصل بين الأعمدة هي البلسات بالفكرة، والتاب هي الفراغ الخاص بالعمود. فمشان هيك البلس الأولى هي بداية الخط أو بداية الإطار الخاص في الجدول، ثم تاب اللي هو العمود الأول، ثم بلس اللي هو الخط الفاصل بين العمود الأول واللي راح يصير عندنا بعده العمود الثاني وإلى آخره. ولازم دائما ننهي ببلس لحتى نحكي إنه هون خلص أنا خلصت. طب أنا أوكي لو درجع عيد تاب جديدة رح يحكي لي في عمود جديد، طب أنا كيف خلصت إذن؟ ما خلصت. لا هو أنت فعليا خلصت، بس ما عليك إلا أنه لما تضغط الآخر البلس وبدك تتوقف هون، فأنت بس عليك تضغط إنتر. هون رح ينشأ لك الأعمدة وسطر واحد، وبعد شوي الآن رح نستعرض كيفية عمل الأعمدة، بعد هيك رح نستعرض كيفية عمل أسطر إضافية. أنا الآن على برنامج الوورد. نصيحة قبل ما تبلش بإنشاء الجدول إنك تكون مقرر عدد الأعمدة اللي أنت محتاجها بالجدول اللي أنت حابب تنشئه. ليه؟ لأنه ممكن تتخربط بعملية العد. ما تعد، وهي نصيحة ثانية، ما تعد البلسات اللي عم تعملها، عد التابات اللي عم تعملها. أوكي، الموضوع لا يتعلق بعدك للبلسات بقدر عدك للتابات اللي أنت عم بتضيفها، تمام؟ لأنه كل تاب هي الفراغ الخاص بعمود. أنت بتعمل هون عمود وكل تاب عمود، فإذا البلسات هي بس الفواصل، فلا تعد البلسات. طيب مشان ننشأ أول خط اللي هو بداية إطار الجدول على الشمال، فرح نحكي Shift Plus يساوي على الكيبورد الإنجليزي أو العربي زائد ثم تاب. إذا أنا بدي أعمل 3 أعمدة، فإذا أنا هاي رح أعد أول تاب 1.28 inches. أوكي، بلس الثانية Shift Plus يساوي زائد. طيب أنا عملت هلأ بدي أضغط على تاب، فهون بصير عندي عمودين 1.77 inches. تمام، Shift Plus يساوي زائد، والتاب الثالثة هاي هي العمود الثالث 2.26 inches. طيب هلأ الآن بما أن خلصنا العمود الثالث لازم ننهيها ببلس مشان نغلق الإطار الخاص بالجدول زائد بشيفت بلس يساوي. ولما أقرر أنه خلص خلصت أنا الأعمدة اللي بدي إياها، العدد اللي بدي إياه، ما علي إلا أنه أضغط على الإنتر. Table with one row and three columns, row one, column one. Table with three columns and one row. أوكي، يعني جدول مكون من 3 أعمدة وسطر واحد. طيب أنا كيف ممكن أنه أنا هلأ أضيف سطر تاني على الجدول؟ ما عليك إلا أنك ترجع على الجدول هذا اللي عندنا Blank. وإنت عشان
تنتقل من عمود إلى آخر بشكل سلس، خصوصا إذا كان مكتوب بالعمود هذا شيء. ما عليك إلا أنك تضغط على التاب أو الشيفت تاب إذا حاب ترجع على الخلية السابقة. فبنضغط على، بما أن على العمود الثاني الآن، رح نضغط على التاب column 3. تمام. الآن لو أنا بدي أنشئ السطر الثاني، لازم أكون زي هيك متوقف عند آخر خلية في الجدول وأضغط بس على علامة التاب. Table with two rows and three columns. Row two, column one. لاحظ الآن حكالي table with three columns and two rows، يعني جدول مكون من ثلاث أعمدة وسطرين. طب أنا حاب أعملهم ثلاث أسطر، فإذا الآن column two. تقلت بالتاب. Column three. تاب ثالثة اللي هي الcolumn three، ولما أعطيه تاب رابعة رح ينشئ لي السطر الجديد. Table with three rows and three columns. Row three, column one. هيك بنكون أنشأنا التابل بشكل سريع وسلس. طبعاً لأن عم نشرح فالموضوع طول شوي، ولكن أنت لما تكون عارف تعمله رح يأخذ معك فعلياً ثواني، فما تتخيل أنه صعب كتير. الشورت كات الثاني اللي معنا لليوم بتعلق بكيفية إنشاء الهيدنجز. الهيدنجز كنا بنعرفها اللي موجودة بالمتصفحات، سواء كروم، سفاري، فايرفوكس، إدج. لما نفتح على موقع إلكتروني معين بنلاحظ إنه في عنا الهيدنجز اللي بننتقل فيها بالإتش والشيفت إتش. الهيدنجز هاي ممكن تساعدنا لما نكون عم ننشئ أو عم نستخدم أو عم نكتب ببرنامج الوورد. بتساعدنا إنه أول شيء نعمل فصل بين العناوين، لأنه هي بتتعلق بعناوين الأشياء. وأيضا لما نشغل أو نفعل وضعية القراءة ممكن ننتقل من هاي العناوين، إذا من فصل لفصل أو كذا، عن طريق الهيدنج اللي هم الاتش والشيفت اتش، زي كأنها على متصفح انترنت. قبل ما نبلش نحكي كيف عم نكتب الهيدنجز أو كيف ممكن ننشأ هيدنجز، لازم نكون عارفين أنه الهيدنجز هدول اللي هي العناوين مكونة من ست مستويات، وهاي المستويات ما بتنكتب بشكل يعني هيك عشوائي، أنا حاب أحط مستوى سادس أو حاب أحط مستوى خامس، لأنه فعليا مثلا في الكتب لو مسكت كتاب، بالكتب المبصرين عم نحكي أكثر، إذا مسكت كتاب وهذا الكتاب مثلا في أربع فصول، وبالفصول هاي طبعا في فقرات وفقرات أصغر و فالكاتب لازم يكون فاصل أو عامل شيء معين مشان يخلي العين تنتقل بشكل سريع من عنوان إلى آخر، إذا كان الشخص مثلاً حاب يتجاوز هذا العنوان وينتقل إلى عنوان آخر بشكل سلس أكثر. عشان هيك بيضعوا مستويات لهاي العناوين. كيف يعني؟ يعني عنوان الكتاب لازم يكون أكبر إشي بالكتاب، يعني أكبر حجم خط وإله شكل معين وتصميم معين. بعد هيك لازم عناوين الفصول تكون بخط أصغر شوي بشكل عنوان بسموه level 2. إذا في فقرات أصغر داخل الفصل فلازم تكون بليفل 3 وإلى آخره. فأنت لازم تكون شوي عارف، أو إذا كنت حاب تكون professional لازم تكون شوي عارف كيف تنشئ هاي الهيدنجز ومتى تستخدمها وبأي طريقة تستخدمها. طبعا إذا كنت حاب تكتب الدوكومنت لك لوحدك وحاب تدرج فيه هيدنجز بس لمجرد أنك تكون أسهل عليك لبعدين في القراءة بأنك تضغط على H وشيفت H، فما عليك لأنك تخلي دائما على هيدنج ليفل 1 أو 2. طيب كيفية إنشاء الهيدنجز هدول بسيطة جدا، عندنا زر الكنترول وزر الألت ورقم من 1 إلى 6 من الأرقام الموجودة في السطر الأعلى اللي هو السطر اللي بيجي فوق الأحرف الـ Q, W, E والـ R إلى آخره. إحنا الآن على الدوكومنت الوورد ورح أضغط على مثلا هيدنج هون ألت وكنترول وواحد. Heading 1 style outline level 1. انشأ لي heading. Heading level 1 blank. وممكن اعمل في مثلا بالمنتصف Ctrl E centered واكتب welcome. تمام blank. فهيك صار عندي مثلا heading level 1 welcome، زي كأنه عم تسمع الheading level 1 هاي اللي بتسمعها بالبراوزر. طبعا مثلا بدي chapter 1، ممكن اما اني انشأ الheading بالبداية ومن ثم اكتب بداخلها، او اني اكتب الكلام ومن ثم احوله الى heading. فانا الان ضللت عليها ورح اخليها بالمنتصف centered و alt control و 2 heading 2 style out blank heading level 2 chapter 1. فهيك صرنا بنعرف انه ننشأ headings. الاختصار اللي معنا بعده لليوم اللي هو رقم 3 هو بتعلق بكيفية قراءة شريط الحالة الستيتس بار على برنامج الوورد، ولكن هذا الاختصار بصراحة بتعلق بـ NVDA. الستيتس بار بيعطيك عدد الكلمات، عدد الفقرات، كثير معلومات متعلقة بالمستند اللي انت شغال عليه. مشان هيك إذا بدنا نعرف الستيتس بار الخاص فينا، أنا الآن كاتب Welcome to Access Tech Podcast على الدوكومنت وبدي أشوف شو بدي يحكي لي عنه، بضغط على Insert Shift و
End. Status bar page number page 1 of 1 word count 4 of 4 words spelling and grammar check no errors language English United States text predictions off macro recording not recording focus read mode print layout zoom out 100 zoom and 100 zoom 100 size box تمام قرأ لي كتير من التفاصيل المتعلقة بالدوكمنت تبعي من عدد الكلمات وعدد الصفحات وتفاصيل أخرى الكيبورد وإلى آخره. الاختصار الرابع لليوم بتعلق بالتشيك على الجرامر والسبيلينج ميستيكس. يعني أنت لما تكون تكتب مستحيل ما تغلط، مستحيل ما يكون عندك مشاكل بالجرامر، أحيانا ممكن سبيس زيادة تخلي عندك جرامر ميستيك، فلازم أنك تعمل تشيك على كل الجرامر ميستيكس والسبيلينج ايرورز اللي بتصير عن طريق ضغطك على F7. أيضا ممكن وأنت بتكتب أنك تعمل تشيك على الكلمات وأنت عم تكتبها، يعني إذا أعطاك ميستيك الـ NVDA فأنت ممكن تضغط على الكلمة نفسها تتوقف عندها وتضغط على Shift F10 Shift F10 لحتى تفتح الكونتكست منيو أو قائمة السياق اللي بتعطيك suggestions على الكلمات المقترحة، يعني اللي ممكن تكون مشابهة للكلمة اللي انت عم بتحاول تكتبها. الشورت كت الخامس اللي معنا لليوم بيتعلق بكلير فورمات. يعني انت مثلا بدأت تكتب وحبيت انه مثلا يكون نوع الخط هما و16 ولونه أحمر مثلا، وبعدين غيرت رأيك، بدك ما تمحي هذا الحكي كله وترجع تكتبه، انت بس بدك تشيل هاي الخصائص، يعني بدك ترجع النص إلى خصائصه الأصلية اللي هو مثلا كاليبري وحجم 11 ولونه أسود. فالاختصار اللي بيسهل عليك كل هاي العملية بدل ما انك تمحي النص وترجع تكتبه، ما عليك إلا انك تظلل عليه وتضغط على اختصار بسيط وسهل جدا اللي هو Control Plus Space. الاختصار السادس اللي معنا اليوم هو اختصار لطيف كتير وأنا بستخدمه بصراحة بشكل كتير كبير في شغلي، إنه إحنا بنحتاج إنه ننشئ اللي هي Numbered List و Bulleted List. Numbered List اللي هي إنه قائمة مرقمة، إنك تحكي مثلا 1 العنصر الأول، 2 العنصر الثاني، 3 العنصر الرابع إلى آخره. يعني مثلا يتكون شيء معين، منتج معين من عدة عناصر، فأنت بدك تحط الآن مثلا 5 عناصر، فبدك تحط الأرقام هاي اللي هي العنصر الأول، وقبل ما تكتب الكلمة العنصر الأول حاب تحط رقم اللي هو 1 و2 و3 و4 و5. فالآلية اللي ممكن تسوي هذا الحكي فيه هي بسيطة جدا، ما عليك إلا أنك تضغط على 1 والنقطة ومن ثم مسافة وتكتب العنصر أو الأول أو الكلام اللي انت حابه بالرقم 1، وبعد هيك لما تضغط على Enter أوتوماتيكلي رح ينشأ العنصر الثاني. فأنت بعد ما تكتب العنصر الثاني وضغط Enter رح ينشأ العنصر الثالث لوحده لحد ما انت تقرر انك بدك تنهي هاي القائمة، فما عليك إلا انك تضغط على Enter مرتين بدل مرة واحدة. طيب كيف الموضوع هذا رح يصير؟ خلينا نستعرضه الآن. رح أكتب أنا 1 Shift وحرف الزين بالكيبورد العربي 1 نقطة ومسافة. الآن بعد ما كتبنا 1 ودوت رح نضغط على مسافة، مسافة، وبعد هيك رح نكتب العنصر الأول. الآن كتبنا العنصر الأول، رح أضغط على زر الانتر. إذا ما حكى إشي فما تخاف، حابب تتأكد بس أضغط على السهم الأسفل 2 وعندها فراغ. أكتب الآن العنصر الثاني ومثلا انتر الثاني 3 اللي هو ضغط على سهم للأسفل لأنه ما عم بيحكي. طب حبيت مثلا الآن أني أخرج من هاي القائمة مرتين انتر 3 العنصر الثالث بلانك فاضي تحته ما في شيء. طيب نروح للاختصار اللي بعده، بتعلق بكيفية إنشاء بولتد ليست. البولتد ليست اللي هي قائمة مش مرقمة، إذن هي نقاط، يعني النقطة الأولى النقطة الثانية النقطة الثالثة، بس إحنا مش حاطين أرقام، حاطين بس نقاط. تمام، هذا الحكي ممكن تعمله بكل بساطة عن طريق ضغطك على Shift ورقم 8 من الأرقام اللي في الأعلى اللي رح تنشأ لك علامة النجمة. فبتضغط على Shift بس 8، نعمل مسافة، مسافة، نكتب بالعنصر الأول، نضغط على Enter. طبعا ملاحظة صغيرة هون، ما رح يحكي لك البوليتد ليست الـ NVDA، فأنت عشان تقرأها تتأكد أنها صارت البوليتد ليست لازم بعد ما تخلص إذا حابب تتأكد، أو مثلا في خلال إنشائك للقائمة أنك تفعل كل علامات الترقيم اللي هي ممكن تتفعل عن طريق NVDA اللي هو زر NVDA سواء Insert أو Caps Lock، وحرف الـ P Simple Level Sum Simple Level Most Simple Level All. تمام، خلينا نكتب الآن العنصر الثاني ونشوف إذا في بوليتد ليست أو لا. نقطة عداد العنصر الأول، نقطة عداد العنصر الثاني بوليت، والآن في عندنا بوليت فاضي اللي هي للعنصر الثالث.
ونضغط مرتين على انتر لحتى نخرج من القائمة المنقطة. نقطة عدد العنصر الثالث فاضية بعدها بلانك. أوكي، الشركات يلي معنا الآن بتعلق بالقوائم أيضا، لكن مش بكيفية إنشائها، بإعادة ترتيبها. يعني أنا الآن عندي ليستة على أو قائمة مرقبة على الوورد وخربطنا شوي، فمثلا حطيت العنصر الثالث بدل الثاني، يعني خلينا نقرأها شوي. واحد العنصر الأول، اثنان العنصر الثالث، يعني برقم اثنين وضعت العنصر الثالث. ثلاثة العنصر الثاني، العنصر الثاني هي برقم ثلاث. أربعة العنصر الرابع، خمسة العنصر الخامس. طيب كيف ممكن أني أصلح هذا الخطأ؟ طبعاً كلمات العنصر الأول والعنصر الثاني هاي فقط لأهداف الشرح، ولكن يعني أنت ممكن تكون تحس أنه مثلاً نقاط معينة كتبت في واحدة لها أولوية أكثر من اللي سبقتها، فبتحب تحطها بالأعلى، أو حاب مثلاً أنك تعمل شيفت لنقطة معينة إلى الأسفل. فكيف ممكن هذا الحكي تسوي بدون ما تمحي، تعمل سيلكت وديليت وبتبلش تخربط القائمة تبعتك، لأنه الأرقام اللي أنت موجودة اللي بتنشأ أوتوماتيكياً ممكن تعمل لك شوية مشاكل. كيف ممكن أنك تتحكم بهذا الموضوع بكل بساطة؟ أول شيء بدك تتوقف عند العنصر اللي حاب أنك تحركه من مكانه. أربعة العنصر، ثلاثة العنصر الثاني، يعني عندنا إحنا الآن العنصر الثاني وحابين ننقله من مكانه. هون ما تخاف، يعني ما في داعي أنك تحرك المؤشر إلى اليمين أو الشمال أو إلى أول الكلمة أو إلى أول الجملة أو إلى آخرها. أنت بس توقف عنده، يعني خلي الناطق يقرأه واضغط على Alt وShift، وإحنا مثلا حابين نضعه في الأعلى، فإذا بدنا سهم للأعلى. Moved above 3 العنصر الثالث، اثنان العنصر الثاني. Moved above 3 يعني انتقل فوق العنصر 3. الآن مثلا خلينا نقرأه، اثنان العنصر الثاني، اثنان صار العنصر الثاني، ثلاثة العنصر الثالث، وثلاثة صارت العنصر الثالث. هون مثلا ممكن أجي أمسك العنصر الخامس وأحكي له تعال أنت بهدل رقم واحد، فأنا بمسك العنصر الخامس اللي أنا متوقف عنده الآن وبحكي له يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما في شيء، خلص إذا صار في البداية. نقرأ، واحد العنصر الخامس، اثنان العنصر الأول. شايفين كيف؟ ممتاز. الشورت كات ما قبل الأخير لليوم بتعلق ب كيفية قراءتنا لعناصر خط معين أو عناصر نص معين. احنا هذا الحكي لمحنا عليه بلقاء سابق، ولكن خلينا نحكي عنه شوي هون برضو، اللي هو كيفية تقرأ خصائص النص. خلينا نيجي على النص اللي كاتبه هون. Welcome to Access Tech Podcast. وبكل بساطة الاختصار سواء على جوز أو على NVDA، ما عليك إلا أنك تضغط على Insert plus F أو Caps Lock plus F من Font، كلمة فانت. Rate 50. طبعا انت هون ممكن تبطئ السرعة شوي وتخليه يقرأ لك اياها بشكل ألطف، فنضغط على insert plus F. Style normal Aptos 11.0 pints white on very dark gray aligned left line spacing multiple 1.08. تمام، قرأ لي كل الخصائص اللي متعلقة بهذا الخط النص اللي كاتبه انا الان. شركة الاخير اللي معنا اليوم هو كيفية انشاء لينك على برنامج الوورد. يعني بدل ما أنت مثلا في بحث عم تكتبه أو رسالة عم تكتبها أي شيء، فأنت ممكن أنك أحيانا تحتاج أنك تضع لينكات بهذا الدوكومنت. الشكل أبدا ما رح يكون لطيف لما تكون حاطط اللينك مثلا ناسخه من ويب سايت، فهو اللينك مش بس والله أنه www.google.com بس، حيكون في أرقام وأحرف كتير وممكن اللينك يكون يعني سطرين ونص أحياناً. فأنت بدل ما يكون منظر الدوكومنت مش لطيف وما في أي احترافية، في طريقة أنك تدرج هاي اللينكات وتعطيها أسماء، زي ما بنشوف أحياناً على المواقع أنه لتحميل مثلاً أوفيس 2021 فرضاً، اضغط هنا عند كلمة هنا بتلاقي لينك بحكي لك الناطق. فإحنا كيف ممكن نعمل هذا الحكي على برنامج الوورد؟ عشان ننشئ هذا اللينك خلينا نضغط على Ctrl + K واللي هو الاختصار الأخير معنا لليوم، اللي بيفتح لي نافذة الهايبرد لينك. Insert hyperlink dialog link to address edit alt e blank. طيب address، إذا أول شيء بطلب مني على طول العنوان، فمكتب www.google.com
وبعد هيك بنضغط على تاب كوم text to display edit alt selected http www.google.com text to display شو النص اللي حابب يظهر للقارئ بدل http www.google.com مثلا انا بدي احكي له اكتب له جوجل ويب سايت cap g selection removed طبعا هو كان مضل كلمه اللينك هاي كلها اللي هي http الى اخره فانا بضغط على طول على shift g مشان اكتب له اياها مثلا كلمه جوجل هي اسم فالكلام اللي بالإنجليش اللي بالأسماء لازم يكون دائما أول حرف كابيتال فبضغط له جي كابيتال ثم بكتب له أو جي إل إي جوجل مسافة ويب سايت مثلا بي تي إي وبحكي له إنتر ما في داعي أروح أمشي بالقائمة إلى أوكي دوكيمنت 3 وورد دوكيمنت لينك بيج 1 سكشن 1 جوجل ويب سايت لينك جوجل ويب سايت صار يحكي لي عندها لينك جوجل ويب سايت لينك جوجل ويب سايت تمام ملاحظة بس لما احكي لك هون لينك جوجل ويب سايت انتبه على شغلة مهمة كتير انه هذا لينك ولكن انت الان في وضعية التحرير لذلك لو ضغطت على جوجل هاي ما رح يفتح لك اللينك انا حاب اخليها بحلقة منفصلة مشان تكون الامور اوضح بكيفية الانتقال من وضع التحرير الى وضع القراءة وعشان حابب افرجيك اشياء اكتر بتتعلق بهذا الموضوع لكن انت هون على الاقل وضعت اللينك واعطيته اسم وبطل شكل النص شكل يعني مش لطيف شكل حدا كاتب بطريقة لسه مبتدئة ان شاء الله تكون حلقتنا لليوم نالت اعجابكم اي سؤال استفسار كومنت اقتراح ياريت ما تبخلوا علي باقتراحاتكم وتعليقاتكم وترسلوني دائما على anas.accesstick@gmail.com ضلوا بخير وانتوا دائما على accesstick